يبحثون عن المواطنة المتساوية في برامج الأحزاب السياسية والتي لطالما تغنت بها في فعالياتها واحتفالاتها، لكن هؤلاء الشباب يدركون اليوم أنهم يبحثون في سراب ولا وجود للمواطنة المتساوية سوى في البرامج والخطط التي لا تتعدى الملفات الورقية. من خلال تعاملنا مع الأحزاب رأينا أنه الشباب والقطاع المرأة قطاعات في الأحزاب، يعني لم نشاهد أنه مشاركة فعلية في القيادات، مشاركة المرأة مثلا قطاع النساء يعني كديكور أو كمظهر فقط، والشباب أيضا قطاع، لم يأهلوا الشباب كقيادات للأحزاب، لم يرشحوا لقيادات الأحزاب. غياب المواطنة المتساوية زاد اتساع الهوة بين طبقات المجتمع المختلفة، إلا أن المؤتمر الشعبي العام كان مغايرا لبعض الأحزاب حيث وضع برنامجا موسعا للمواطنة المتساوية وضمانات تطبيقها على أرض الواقع. المؤتمر الشعبي العام قد حدد مفاهيمه ورؤيته للمواطنة المتساوية في كل برامجه الانتخابية وفي الميثاق الوطني الذي صاغته جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن. أنا أتحدث هنا عن المواطنة الفعلية والعملية وليست النظرية. وتبقى التوعية المجتمعية خاصة في شريحة أوساط الشباب من أهم القيم التي ترسخ مفهوم المواطنة المتساوية لدى شرائح المجتمع ووضع الحقوق والدرجات لأهميتها في تنظيم حياة المجتمع قيادة وشعبا. بلقيس أحمد، اليمن اليوم،